في عندنا مشكله في الوطن العربي الان، بيشوفوا اغنيه عراقيه مشت يمشوا كلهم بالصف يغني عراقي، يشوفوا اغنيه مغربيه نجحت يوقفوا بالصف كلهم يغنوا. للاسف لا، نحن بنعملها بحب، حتى ما جبنا لا ملحن مغربي ولا كاتب مغربي، احنا غنينا وحبينا نعمل اغنيه وهيك صارت يعني. هذا صوره مغربيه، هذا مش معناته انه نتمنى انه نتعاون مع ملحن مغربي وشاعر مغربي، لكن الحب هو اللي دفعنا للعمل وليس لشيء ثاني. الحقيقه محلى السمره هو فلكلور ونجحت وباعت مبيعات لا تخطر على بال، ومن يومها قلت لكل المطربين زملائي التوانسه والمغاربه غنوا الحانكم. من بعد عمل الست الكبيره الحبيبه سميره سعيد عملتها، وكلهم ابتدوا، وصابر عمل سيدي منصور. فانه يعني مش محتاج مني انا اقول عن الفن المغربي، الفن المغربي فن اصيل، وكل شيء بيطلع من الارض واصيل بده يوصل، ما في حد بيقف في وجهه اصلا.